هننتقل دلوقتي لبث حي مباشر من أرض معرض أدكس 2018 في يومه الأخير، معرض الأسلحة الدفاعية والعسكرية، المعرض الأول الدولي بالنسبة لمصر في مصر. وهيكون معانا زميلنا إسلام غنيم. أهلا بيك يا إسلام، وأوصف لنا الأجواء عندك. صباح الخير عليكم، صباح الورد على كل السادة المشاهدين. احنا بالفعل متواجدين في مركز المنارة للمؤتمرات، حيث اليوم الأخير من معرض إيدكس للدفاع. بنتجول كالعادة وبنغطي أبرز الفعاليات اللي موجودة هنا وأبرز الأجنحة الموجودة. احنا دلوقتي معانا من الجناح الإسباني الأستاذ خامي جونسون، هو ممثل لأحد الشركات الإسبانية، وهيكون معانا كمان الأستاذ خالد حسنين، ده اللي هيقوم بأعمال الترجمة. في البداية بنرحب بيكم على شاشة برنامج صباح الورد. بنحب نتوجه بالسؤال، إيه هي أبرز الحاجات اللي لفتت نظركم هنا في معرض إيدكس؟ Jaime, what is the what did attract your attention in the exhibition? EDEX for us is a reference show in the Middle East and North Africa region, so it's very important for our interests in Egypt, but also for the other countries that are nearby. Over 30 years ago, we supplied two Descubierta corvettes for the Egyptian Navy, which we have been supporting ever since. But we also have other projects, for example, the system that you can see behind us, which is a surveillance system used for border control and for army forward observers. So all in all, EDEX for us is very important because it represents a showcase for our products in this region. شركة نافانتيا شركة من أكبر الشركات المتخصصة في التصنيع بتاع المراكب العسكرية، هي ترسانة عسكرية كبيرة، والانطباع بتاعه انه المعرض بيفتح افق للمبيعات بتاعتهم في المنطقه. ثانيا، ايه هي ابرز الحاجات اللي عرضتها اسبانيا وبتستهدفها من سوق السلاح في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا؟ What is the core of the sales of Navantia in the region? In this region? In our region. Yeah, as I said, our interests have been here in Egypt for 30 years, but also we are now working in the Saudi Arabia with a recent sale for corvettes as well. These are the two main projects that we have in this region at the moment. Navantia شركة هي ترسانة بحرية حربية كبيرة، عندها عقد كبير للمدمرات مع السعودية مثلا، وعندنا في خدمة برضو في مصر هنا عدد من المدمرات، وكذلك عندنا عربيات اللي هي عربية مراقبة حدود كذلك زي العربية اللي ورانا. مستر خالد، مستر خميه، بتوجه لكم بجزيل الشكر. وبكده ده كان لقاء سريع مع مستر خميه، ممثل احدى الشركات الاسبانيه هنا في معرض ايدكس. اليوم هو اليوم الختامي والذي شهد مشاركه اكثر من 373 شركه عن 41 دوله. والان عوده الى صباح الورد. نشكرك شكرا جزيلا زميلنا اسلام غنيم، كان معانا بث حي مباشر من داخل معرض ايدكس في يومه الاخير، ايدكس 2018 للاسلحه الدفاعيه والعسكريه.